معنا في الاستوديو الدكتور عبد الرزاق المدني استشاري السكري والغدد الصماء ورئيس جمعية الإمارات للسكري. دكتور أهلا وسهلا فيك معنا في ام بي سي في أسبوع. يا أهلا مرحبا بكم بكل مشاهدي ام بي سي. الله طبعا يسعدك. احنا مخصصين هذا الجزء من هذه الحلقة للحديث عن السكري كداء بالزبط. وأيضا جزء منه جزء توعوي تثقيفي للأهالي في المنزل لمن إلى الآن الحمد لله رب حماهم من داء السكري، ولكن عليهم اختيار أو اتخاذ بعض الخطوات للحماية منه. صحيح. قبل الحديث عن الحماية دعنا أولا يعني نأخذ رأي الدكتور، تقييمك اليوم لمرض السكري يعني في ظل هذه التحذيرات الكبيرة، ارتفاع نسب الإصابة فيه، أنت اليوم كطبيب مختص ومهتم في هذا المرض، كيف تقيم مرض السكري في منطقتنا العربية والخليج؟ السكري في العالم كله في ازدياد، يعني الآن نسبة السكري في العالم هناك أكثر من 400 مليون شخص يعانون من السكري عالميا، ومنطقتنا اللي هي منطقة الخليج الإمارات وبقية دول الخليج تعتبر من أكثر المناطق إصابة للسكري، يعني نسبة الإصابة في منطقة الخليج تتراوح بين 20-25% من سكان الدول الخليجية، وهذه تعتبر نسبة عالية جدا. هل أسباب يعني وراثية أم بطبيعة الحال؟ نسمع دائما أن السمنة معروف أنه أيضا في دول الخليج تسجل يعني يسجل سكان دول الخليج مراتب متقدمة ونسب عالية من المصابين في السمنة، هل الموضوع له علاقة؟ هناك عدة أسباب، الدور الوراثي طبعا هو السبب الوراثي سبب رئيسي، والسمنة هو السبب الثاني الرئيسي لهذا، فلو اجتمع العمل الوراثي مع السمنة هناك يكون الشخص معرض للإصابة بشكل كبير جدا. وهناك عوامل أخرى اللي هي قلة الحركة، قلة النشاط، التدخين وعوامل أخرى. يعني هذه كلها دكتور يعني مع الاحترام وجزيل الاحترام لكل من قام بهذه الدراسات وكل هذه البحوث، ولكن احنا عرفنا السكري على أنه مرض لاحق، الآن أصبحت ظاهرة تفشي السكري في المواليد وهذا جزء خطير. هناك نوعين من السكري، النوع الأول اللي هو معتمد على الإنسولين والنوع الثاني. النوع الأول ما في حتى الآن أي طريقة لتجنبه، هذا النوع الأول. هذا النوع الأول، وهذا يحصل عادة عند الأطفال وعند الشباب صغار السن، ويكون هناك في أجسام مضادة يعني تفرزها الجسم، وهذه الأجسام المضادة تهاجم خلايا بيتا في البنكرياس اللي تفرز الإنسولين، وبالتالي الشخص يكون ما عنده إنسولين في البداية، إنسولين قليل جدا، وبعدين يكون ما عنده إنسولين أبدا، فنقص شديد جدا أو نقص تام في هرمون الإنسولين. والإنسولين هو الهرمون الوحيد اللي يوصل السكر من الدم إلى الخلايا، في عدم وجود الإنسولين السكر يتراكم في الدم ولا يستطيع أن يدخل الخلايا. النوع الثاني وهو الأكثر، أكثر من 90% من مرضى السكري هو النوع الثاني، هذا عادة أو في السابق كنا نقول أنه يصيب الكبار فوق سن 40، اليوم نشوف أيضا عند الشباب، وهذا النوع البنكرياس يفرز الإنسولين ولكن يأمل كمية غير كافية، أو النوعية الإنسولين غير النوعية الجيدة اللي الجسم يقدر يستفيد منها، أو يكون هناك في مقاومة من الجسم للإنسولين هذا. الشيء بالشيء يذكر دكتور، أمس على محض الصدفة كنت في أحد الأماكن العامة وأسلم على واحد من الشباب، أبارك له أنا عفويا بأنه نحف وفقد جزء كبير من وزنه، فقال لي والله للأسف أنا أصبت بالسكري واكتشفته مؤخرا. هذه من الأشياء اللي أنا صرت أنصدم منها في الفترة الأخيرة. إن هذا اللي هو اللي بيحصل، يعني إن أعراض السكري خصوصا من النوع الثاني تكون بسيطة وخفيفة، فالشخص ما يعي لها أي اهتمام، يعني على سبيل المثال تعب يقول أوكي ممكن من الجو، الجو اليوم حار، أنا اليوم بذلت مجهود لهذا حاسب التعب، عطش خفيف يقول نعم من الجو حار أنا اليوم بذلت مجهود، يعني تردد على الحمام أكثر من مرة يقول نعم لأني أنا شربت ماي كثير اليوم أو شربت مثلا سوائل شاي وغير اليوم كثير، فلهذا فدائما يحاول أن يلاقي عذر للأعراض البسيطة. دكتور الأعراض رح نحكي عنها بشكل موسع أكثر، لكن عشان ما نطلع من نقطة لنقطة، في بداية حديثك حكيت في نوعين، واحد منهم حتى اللحظة يعني يستعصى وجود أي علاج له أو حتى طريقة التعامل معه، والثاني اللي حكيت عنه بشكل موسع أكثر وهو بيصيب أكثر من 90% من مصابي السكري. الأول إذن هل نفهم من كلامك أنه هو اللي ينتقل وراثيا؟ لا، الأول ما ينتقل وراثيا، الثاني اللي ينتقل وراثيا. الثاني الأول اللي هو مثل ما أقول الشخص أو الطفل يعني عادة يصاب أو الجسم يكون أجسام مضادة تهاجم خلايا بيتا اللي تفرز الإنسولين،
تمام. فهذا الشخص علاجه الوحيد الانسولين، ما في اي علاج اخر، لا حبوب ولا اي علاج اخر يفيده. فهذا يحتاج ان ياخذ الانسولين على شكل ابر 3-4 مرات في اليوم على حسب احتياجه. بس هذا ممكن يعني ممكن يكون الاب والام سليمين والطفل يكون الولد سليم جدا وتظهر عليه الاعراض بسرعه. يعني بس الاطفال الولد على طول الطفل الولد يعني في المرض، يعني الابوين على طول يكتشفون ان الطفل بدا ينحف بشكل شديد وصار يتبول بشكل شديد ويعني خلينا نقول مثلا يتعب او مريض يعني، فعلى طول يعني يتم تشخيص المرض. طيب هل العقاقير الان هي الحل الوحيد بالنسبة لمرضى السكري دكتور؟ لأنه كل فترة الآن إحنا نشوف منشتات بالبنط العريض، والله الداء مثلا كذا للسكري، العلاج مثلا الأخير لمرض السكري، هل هذا الكلام منطقي ولا هو أساليب دعائية من بعض الشركات وطبعا عملائها؟ طبعا في أدوية اللي هو النوع الثاني من السكري اللي هو أغلبية المرضى أكثر من 90%، ما نقول العقاقير علاج الوحيد، أول شيء اللي هي نمط الحياة السليمة، التغذية السليمة، الرياضة، إنقاص الوزن، هذا هو الأساس في علاج أي حالة من حالات السكري. بالإضافة لهذا لو هذا ما كان يكفي أن ينظم السكر عنده، طبعا يحتاج لعقاقير على شكل حبوب أو على شكل إبر، وفي آخر المراحل يمكن يحتاج أيضا للإنسولين. فهذا هو العلاج. لكن مثل ما أنت تفضلت وذكرت الآن نسمع على أشياء كثيرة، المركز الفلاني يعالج بالطريقة هذه، الأعشاب الفلانية، الطب البديل بشكل عام، يعني أنت بتشوف أنه ما له يعني غير صحيحة. مزامع الطب البديل بأنه هو قادر على أنه يعالج السكري، هذا الشيء أنت تنفيه تماما، أنه يعني ما في أي دراسات تؤيد يعني مثل ما نقول قولهم أن هذا يعالج السكري. علاج السكري حتى الآن مثل ما قلنا بنمط الحياة السليمة وبالأدوية المعتمدة اللي تمت عليها دراسات كثيرة، يمكن بتنظم أكثر من هتعالج 100% وتقضي على ما الأرض. في علاج حتى الآن للسكري هي التحكم في تحكم في نسبة السكر، لكن علاج للسكري حتى لا ما شيء، ما في يعني الشخص اللي يصاب بالسكري يفضل مع السكري دائما، ما هو مثل الأمراض الأخرى اللي نقول خلاص اتعالج وشوفي منه، لا حيتم مع السكر دائما، لكن يستطيع أن يتحكم في نسبة السكر. طيب كيف ينظم نسبة السكر؟ كيف أنا بالطريقة هذه سواء أنا أصبت لا قدر الله بداء السكري دكتور، أو من الذين متهددين بالإصابة بالسكري وهم كثر، ما تعرف أنت منين الآن، النسب قاعدة تزيد، الآن وصلنا إلى 30% في المنطقة الخليجية فقط، كيف أنا أقدر أحمي نفسي، أقدر أحمي عائلتي عبر الأنظمة الحياتية المجتمعية الرياضية العملية اللايف ستايل تبعي، أنا كيف أحمي نفسي فيه؟ ما أو يعني هناك شيئين مثل ما قلنا، أولاً نمط الحياة السليمة، حافظ دائماً أنك أنت وأسرتك مثلاً تأكل الأكل الصحي، تتجنب السمنة وهذا مهم جداً، وأيضاً تمارس الرياضة بشكل منتظم، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني يعني شخص ممكن يقول لك أنا والله الوالد كان عنده السكري أو الوالدة كان عنده السكري 100% بيجيني، لا حاول أنك أنت مثل ما قلت طبعا نمت حياة سليمة وتقدر تتجنب. بالإضافة لهذا سنويا قم بالتحليل، لأن كل ما أنت اكتشفت أن عندك السكري في وقت مبكر اتخذت الاحتياطات اللازمة، أخذت العلاج اللازم، وبالتالي تجنبت المضاعفات اللي جاية من السكري اللي هي مشكلة السكري. طب دكتور أحيانا بالحياة العادية الإنسان ممكن يصاب مثلا بالإرهاق زي ما أنت حكيت، يعني بعض المرات بنروح على المستشفى طبيعيين ما فينا شيء لكن تعبانين ومرهقين، بتلاقي الضغط نازل شوي، الضغط مرتفع، السكر طالع شوي نازل شوي، بيحكوا لك هذا طبيعي ما تاخذ دواء، لكن انه دير بالك في المرحله القادمه. وكثير من الاشخاص سمعنا انهم تعرضوا لهذا الموقف لكن بعد 5 سنوات 4 سنوات حسب المده اصيبوا فعليا بهذا المرض وصاروا رفقاء معاه يعني لمماتهم. كيف الانسان ممكن يعرف انه هو فعلا امام حاله جديه او امام مرحله عابره فقط امام الضغط والسكري؟ احنا الان نحط يعني الاشخاص في 3 مراحل. الشخص اللي ما عنده سكري ابدا وهذا يكون نسبة السكر عنده وهو صايم أقل من 100 ملي جرام خلال الصيام، لا خلال الصيام، أو هو مثلا فاطر يكون أقل من 140، هذا الشخص سليم. نيجي للشخص اللي هو نقوله معرض للإصابة للسكري أو في مرحلة ما قبل السكري، هذا الشخص حتى الآن غير مصاب لكن معرض للإصابة بشكل كبير، لما يكون السكر عنده وهو صايم بين 100 و125، أو وهو يعني فاطر ماكل يكون بين 140 ل 200. فلو الشخص كان عنده السكر في هذه النسبة معناه أنه
هو معرض للسكري. انه خلي بالك على نفسك، خلي بالك على نفسك، ابدا غير في نمط حياتك، لو وزنك زايد نزل وزنك، لو قليل الحركه ابدا امشي او اعمل اي نوع من الرياضه. المصاب بالسكري وهو صايم يكون فوق ال 126 او هو ماكل يكون فوق ال 200، هذا الشخص اصيب بالسكري. حتى لو اصاب بالسكري ما عليه، نظم السكر عندك، تجنب ان السكر يرتفع لقراءات عاليه على اساس تتجنب المضاعفات. طيب الان متى يكون الخيار الجراحي خيار امثل؟ الخيار الجراحي بدوا يعملوها بالنسبه للي عندهم زياده شديده في الوزن، زياده مفرطه في الوزن، مع ان يعني هناك في مثل ما اقول احتياطات كثيره بالنسبه لي اللي هي العمليات الجراحيه لتنقيص الوزن. انا شخصيا مو من المشجعين جدا لهذه العمليات. تحس انها فاشله؟ لا ما نقول فاشله، لكن لها مضاعفاتها، لها مشاكلها، يعني ما هي عمليه من غير اي مشاكل. فلو الانسان يقدر تنظيم غذائه. صح صح يا دكتور، شكرا. نقيس لك السكر؟ الحمد لله حتى لا معنا من غير شر يا رب. فلو الإنسان قدر ينظم أكله، قدر إنه هو يقوم بالنشاط ويحاول ينزل وزنه عن طريق الرياضة وعن طريق اتباع الحمية الغذائية، أفضل بكثير من اللجوء للعمليات الجراحية. دكتور يعني ما شاء الله عليك، خلال حديثك يعني ركزت على نقطة جدا مهمة اللي هي الرياضة واللايف ستايل والاكل والى اخره. يعني اتوقع انه عدد كثير كبير من المؤسسات او الجمعيات الخيريه، وزارات الصحه في عالمنا العربي وتحديدا بالخليج، توجهت للمواطنين بيعني التوعيه، التوعي باهميه هذه العوامل واتخاذها كنمط حياه. لكن في المقابل عم نشوف ارتفاع في نسب المصابين، فانا هون بسالك، هل انت راضي عن حملات التوعيه في المنطقه وتحديدا في الخليج في ظل ارتفاع نسب المصابين بهذا المرض؟ والله احنا نقول للحكومه ونقول الشعب، الحكومه ما قصرت. الحكومه وفرت لنا كسل من اللي قاعدين في البيوت بيشوفونها. الحكومه وفرت لنا اماكن للرياضه ما شاء الله في اي دوله، خلينا نقول دول الخليج، خلينا نمسك الامارات دولتنا، عرف اماكن للمشي ما شاء الله الحكومه وفرتها. السعوديه في من مماشي خاصه، من حدائق عامه، من الكورنيش، من كل شيء. فالواحد اللي يبغى يبذل او يعني يمارس الرياضه عنده مجال كثير، لا يقول إن ما في أماكن أمشي فيها، لا، في أماكن كثيرة الحكومة وفرت. بالإضافة لهذا أيضا الحكومة تشجع، وبدت أيضا المدارس تشجع الأطفال. صحيح. على الحركة والرياضة، وأيضا على التغذية السليمة. التدخين مهم جدا كأحد أسباب الإصابة بالسكري. كل المصايب جاي من التدخين، السرطان، السكري، مصايب كثيرة منها. والحكومة الآن يعني مثل نقول منعت التدخين في الأماكن العامة وحدد منها، وهذا أيضا يعني مجهود من الحكومة. لكن إحنا كأفراد إحنا لازم أيضا نحافظ على نفسنا. لو أنا ما قمت بممارسة الرياضة، ما اتبعت النظام الغذائي الصحي، ما حاولت أني أحافظ على وزني في حدود الوزن المثالي أو المطلوب، يبقى أنا الملام ولا ألوم غيري. صحيح. وهذا مهم جدا، ومسؤولية الأب والأم أيضا بالنسبة لسمنة الأطفال. نعم المدارس تلعب دور كثير، ولازم هذا الشيء يعني خاصة أنه دكتور بعض الأهالي الآن أصبح من الحنان ومن الأبوة أنه يقول لأهله مثلا أو أطفاله أنه والله ما يمنع، خذوا هذا شوكولات، هذا حلاوة، هذا تشيبس، هذا كذا. مكافأة، هذه المكافأة الغلط. يعني أنا لما أجي أكافئهم أسعى في دمارهم، هنا المشكلة. لا، لو ننظر لقبل مثلا نقول 20 سنة، قبل 20 سنة يعني أبوين خصوصا الأم كانت تشجع الأطفال على الأكل، وكل ما يشوفوا الطفل متين كل ما قال ما شاء الله الصحة. بالعكس هذا ما هو صحة. يعني الآن بدوا الأباء يفهمون، لو شافوا أن ابنهم بدأ يزيد شوي لا. طيب ايش تقول يا دكتور؟ خلي معلي شوي نستطرد عن الموضوع اللي يقول لك الكرش علامة النعمة. ما هو كل واحد يحاول انه مثل يقول يبرر. الحمد لله انا مبسوط، انا اكثر واحدة مبسوطة على كلامك. يعني اليوم نسمع بيحكوا لك مربرمين وناصحين ومش عارف ايش، يوم ننحف بقول لك عصاقيل و فهمتوا؟ سمعتوا؟ لازم الواحد يعني كل ما كان مثالي ولا مثالي. يعني انا مستعد اني اصير طفران واصير نحيف، ما عندي مشكلة، ولا اصير اني بدين وفي النهاية غني. طيب نرجع لموضوعنا دكتور، انا قرأت قبل الحلقة على موضوع زراعة البنكرياس، هل كلام صحيح؟
كلام زراعة البنكرياس هذا قديم جدا، من أكثر من 30 سنة بدأت فكرة زراعة البنكرياس، وكانوا في البداية يزرعون البنكرياس لمرضى السكري اللي وصلوا لمرحلة متقدمة جدا ومصابين بالفشل الكلوي وغيره، فكانت زراعة الكلية مع زراعة البنكرياس كمثل نقول يعني الدفعة واحدة، باكج واحد. باكج واحد. بعدين جت فكرة زراعة خلايا البنكرياس، وكانت وقت لما ظهرت هذه الفكرة كلنا قلنا خلاص في علاج للسكري والآن انتهى السكري وكل شيء، لكن مع الأسف نجحت في التجارب مع الحيوانات وفي المختبرات، ما نجحت مع الإنسان. يعني طب في نقطة الآن في اللي هو الخلايا الجذعية، الآن صرنا نتكلم عن الخلايا الجذعية، صحيح في تجارب اتعملت على حيوانات على فئران وعلى بعض الحيوانات ونجحت، لكن حتى الآن التجارب على الإنسان ما نقدر نقيمها. يعني لكن في بعض الناس ترى دكتور دائما يذهبون إلى أنه هذه لعبة كبيرة من شركات الأدوية لعدم نجاح مثل هكذا زراعات من الخلايا الجذعية من زراعة البنكرياس لدعم ترويج هذه العقاقير الخاصة بالسكري لأنها مدرة بالمليارات. لكن مع هذا ما أفتكر أن هذا الكلام صحيح، لأن أنا أتمنى والله، لأن الشركات تبذل يعني بالإضافة لإنتاجها للأدوية عرفت تبذل مبالغ كثيرة لدراسات لتوصل إلى علاج للسكرية. صحيح. بالمقابل وهذه النقطة اللي كنت بدي أثيرها ولكن برضو علي في بيني وبينه دائما توارد أفكار، لكن أنا حأخذها من شق ثاني ومن تجربة شخصية في محيطي. يعني أنا بتساءل اليوم لماذا يعني مرضى السكري بيعانوا من موضوع العلاج، إنه التأمين الصحي ما بيتعرف على يعني حتى في الخليج هون ما بيتعرفوا على يعني المرحلة العلاجية كلها، يعني العقاقير كلها لا تخضع للتأمين الصحي ولا الأنسولين ولا غيره. فأنت كمختص وكطبيب يعني ألا ترى أنه هذا نوع من لازم يكون في نظرة، لازم يكون في تكاتف أيضا مع هؤلاء المرضى، لأنه حرام يعني بيدفعوا فواتير شهرية كبيرة جدا للعلاج خاصة حتى الأطفال. مع الأسف وأرجو أن يعني المسؤولين عن التأمين ما يسمعوني، يعني مال التأمين نظرتهم قصيرة، ما ينظرون للنظرة البعيدة. لو هذا المريض المصاب بالسكري أخذ الأدوية الصحيحة مهما كان ثمنها وتجنب المضاعفات بتكون التكلفة مستقبلا أقل بكثير على شركات التأمين. صحيح. وعلى الوزارات المعنية حتى بالصحة. لكن لو منعوا الأدوية الحديثة، الأدوية يعني مثلا أدوية السكري في عدة، خلينا نقول مثلا هناك أدوية لمؤثرات سلبية على القلب وهناك أدوية ما لها مؤثرات سلبية، لو أنا شركة التأمين منعتني أني أوصف للمريض الأدوية اللي ما لها تأثيرات سلبية على القلب واضطريت أعطي الأدوية الأخرى، بكرة المريض هذا لو أصيب بالقلب يبقى علاجه أو تكلفة العلاج أكثر. صح. يعني فلهذا لو شركات التأمين يكون عندها بعد نظر يعرف أنه في هذه استفادة. نيجي للتحليل السكر، إحنا نقول الوخزة. نعم، إحنا دائما ننصح المريض نقول حلل السكر مرات عنده، كل ما كثر يعني عدد التحليل كل ما المريض ضبط السكر أحسن. لو شركات التأمين سمحت لهم بهذا نعم يمكن سعر شريط التحليل وهو الشيء لا يكلفهم، لكن هذا يجنبهم المضاعفات اللي في المستقبل اللي تكلف أكثر وأكثر من هذا. أنت تتكلم عندما يتم تحقيق ميثاق الشرف لهذه الشركات التأمينية يا دكتور، أنا أتمنى أن يكونوا بهذه النرجسية. لكن كل واحد أكيد عندهم يعني هم استراتيجياتهم الخاصة يعني أكيد بالأرباح قبل أي شيء آخر. لكن على سيرة المضاعفات أيضا يعني ما أتمنى تأكد لي هالمعلومة أو تنفيها، أنا بعرف أن مرض السكري أيضا يؤثر على النظر لاحقا بسبب الروماتيزم هو تأثيره على الجسم ككل، لأن السكري مع خبرنا عن المضاعفات عشان نوعي الناس أكثر يعني يعرفوا أن الموضوع مش مزح أبدا، يعني كيف ممكن السكري يعني هو من أصعب الأمراض اللي ممكن تؤدي لمشاكل كتير كبيرة بالجسم. هو السكري لأنه بيأثر على الشرايين في الجسم سواء الشرايين الكبيرة الرئيسية أو الشرايين الصغيرة الشعامات. فأهم المضاعفات إحنا نقول 70% من مرضى السكري يموتوا بالجلطات القلبية أو الجلطات الدماغية، وهذه أخطر مضاعفات السكري. يعني الشخص المصاب بالسكر معرض للإصابة بالجلطة القلبية في سن أقل من غيره، اللي هي بيصير عندهم زي نقص مي على الرئة أو شيء زي هيك. لا مو بنقص، إنما هي عدم تروية في شرايين القلب. أوكي. وبالتالي الجلطة القلبية أو السكتة القلبية. العين أو الإصابة بفقدان البصر هذه أحد المضاعفات الخطيرة لمرض السكري. الفشل الكلوي
من المضاعفات الخطيرة أي جند مرض السكري، ولو تروح لأي قسم للكلى المرضى إلا على نقول الغسيل الكلوي تلاقي أكثر من 90% منهم أسبابهم سبب السكري. طيب الآن العلم تقدم يا دكتور، ومن ضمن تقدمه سواء في الجراحات زي ما تفضلنا قبل شوي، وزي ما تفضلنا بالموضوع حتى بالعمليات، الآن غالبية الصحف العالمية تتحدث عن حقن الأنسولين أوتوماتيكيا دون الطريقة اليدوية، إيش رأيك فيها؟ شوف الأنسولين، بدأ علاج الأنسولين في عشرينات القرن الماضي، قبل هذه الفترة ما كان في شيء اسمه أنسولين ولا كان في أي علاج للمصاب بالسكري. فمن يوم يتلي اليوم تطورت حقن الأنسولين بدرجة كبيرة جداً. الحقن البدائية اللي يمكن أبانا وهذول كانوا يعرفونها، اللي هي الحقنة العادية اللي أغليها والإبرة اللي تستخدم 100 مرة وبالآخر ما تكون حادة والآلام اللي فيها اختفت، بدأت استخدام اللي هي الإبر اللي نقول عليه استخدام مرة واحدة ويرميها، والآن دخلوا في مجال القلم اللي هو بكل سهولة ممكن الإنسان يحط الجيبة ومثلا يروح المطعم يأخذ الإبرة القلم بكل سهولة. بدأت أيضا مضخات الإنسولين اللي هي المضخة وتحقن بشكل منتظم، فالتطور العلم بشكل سريع جدا في فترة نقول 90 أو 100 سنة الأخيرة يعني بالنسبة للإنسولين وبالنسبة للطرق تعاطيها، وإن شاء الله نوصل لطرق أسهل وأسهل. الآن في تجارب تجرى على أن الإنسولين تأخذ عن طريق الفم، في فترة جاء إنسولين يأخذ عن طريق الاستشاق وجربناه مع بعض المرضى، لكن بعدين ظهر أن لديها المضاعفات خصوصا بالنسبة للرئة، جهاز التنفسي فتوقفوا عن إنتاج هذا الشيء. لكن الآن اللي هو الإنسولين الفموي التجارب يعني مثلا نقول وصلت لمرحلة متقدمة، ويمكن قريبا يعني نلاقي هذا الشيء ونريح المرضى من الإبر، مع أن الإبر الحالية صغيرة جدا لدرجة أن الإنسان ما يحس فيها. يعني أنا الشخصية نفسي جربت بعورني يعني قلبي بوجعني من غير شرب، جربتها فقط لاستشعار السهولة يعني. طيب دكتور نرجع لبداية حديثنا، لكن ما نحكي بشكل موسع عن الكشف. اليوم أنت بلشت تقول أنه اللي بيشعر أنه بجفاف بالحلق أو عطش دائم بيروح للتواليت الله يعز الجميع أكثر من مرة، كمان كان في أعراض ثانية، ممكن نتحدث أكثر عن الأعراض وتعطينا نصائح عامة لكل اللي عم بيشوفونا الآن لحتى يعني يعرفوا من بداية من الكشف إلى العلاج، بدنا نصائح منك هيك عامة وبليغة. خلينا نقول إحنا في الخليج مثل ما قلنا نسبة الإصابة 20 لـ25، يعني واحد من كل 4 وكل 5 مصاب بالسكري، معناه النسبة الإصابة عالية جدا، معناه أن كل واحد فينا معرض للإصابة للسكري. وما دام الأعراض خفيفة سنويا لازم نفحص للسكري بعد سن 30، لو ما عندنا أي أعراض بعد سن 30 لازم سنويا مجرد فحص بسيط للسكري للواحد يتأكد. لكن في أشخاص معرضين أكثر من غيرهم. مين هذول هم؟ اللي عندهم في الوراثة مثلا أحد الأبوين أو أحد الإخوة عند السكري يبقى هذا معرض أكثر من غيره، اللي وزنه زايد أو يعني مثل ما يقول بدين سمين هذا معرض أكثر من غيره، المرأة اللي أثناء الحمل يجي لها سكري الحمل هذه معرضة للإصابة بالسكري، المرأة اللي تلد طفل وزنه أكثر من 4 كيلو هذه معرضة للإصابة بالسكري، اللي عنده ارتفاع في الضغط، اللي عنده ارتفاع في نسبة الدهون، كل هذول معرضين للإصابة بالسكري. أيضا بالنسبة للبنات أو النساء اللي يقول عندهم تكيس في المبايض هذه أحد الأشياء اللي ممكن يؤدي مستقبلا للإصابة بالسكري، فهذه الأشخاص معرضين للإصابة بالسكري أكثر من غيرهم، وبالتالي الفحص الدوري سنويا عرف مهم جدا. حتى الحوامل حكيت سكر الحمل، أنا أول سكر مرة الحمل أسمع فيها سكر الحمل كيف هي اللي هو يظهر السكري أثناء الحمل ويختفي بعد الولادة، فهذا نسميه سكر الحمل بس في فترة الحمل. يعني النساء اللي يجي لهم سكر الحمل بعد الولادة دائما ننصحهم حاول أنك أنت تنقص من وزنك وتمارس التمارين الرياضية على أساس ما تزيد في الوزن، لو زادت في الوزن احتمال إصابتها بالسكري أكثر، لكن لو حافظت على وزنها ممكن أن تتجنب السكر أو على الأقل يعني مثل ما أقول تعيش بسلام لفترة أطول تكون من غيرها. يعطيك العافية دكتور. احنا في الجزء الأخير الآن قبل ما نختم معاك نبغى توجه رسالة للمعنيين بالتوعية بداء السكري، يعني في رسائل عندنا جميلة
والله يكافي إن شاء الله دائما الناس من هذا الداء ومن الإصابة أيضا فيه. لكن في بعض الناس ممن هم قائمين على التوعية بداء السكري لديهم بعض الملاحظات، إما أن رسائلهم تضيع هباء منثورة أو أنهم يتوجهون للفئة أو بالأماكن أو بزمان الخطأ. أنا ودي أنك توجه لهم رسالة الآن. الرسالة وجهها للجميع، للأباء قبل غيرهم، أباء والأمهات قصدي الأبوين، حافظوا دائما على أنكم أنتم تعيشوا حياة سليمة، خلي أكلكم أكل صحي، ولا يعني استمروا في ممارسة النشاط الرياضي، المشي هو أفضل نشاط رياضي، المشي أو السباحة أفضل نشاط رياضي، والكثيرين ممكن يعني يمارسون المشي. بهذا ممكن واحد يتجنب داء السكري وتيجي البداية من هنا. لو كل واحد بذل جهده وتجنب الإصابة بالسكري، أكيد نسبة الإصابة بالسكري في الدولة بتقل، ونكون كلنا إن شاء الله دائما في الصحة. طيب وأجهزة الإعلام والتوعية بشكل عام دول الخليج لها دور كبير جدا في يعني نشر التوعية لدى الجمهور. وأنا أشوف من ملاحظات يعني من يوم ما أنا رجعت إلى البلاد بعد ما خلص دراساتي، اليوم الناس تعرف عن السكري أكثر من يوميتها. الإعلام لعبت دور كبير جدا، سواء التلفزيون أو الإذاعة أو حتى الصحف والمجلات، يعني لعبت دور كثير في توعية الجمهور. وأفتكر يعني تقريبا كل شخص يعرف الآن ما هو السكري وكيف يتجنب السكري وكيف يفحص له السكري، لكن أرجو أنهم أيضا يطبقوا هذا الشيء. تطبيق أهم من المعلومة. احنا نشكرك طبعا ضيفنا الدكتور عبد الرزاق المدني استشاري السكري والغدد الصماء رئيس جمعيه الامارات للسكري، شكرا لوجودك معنا في استوديو ام بي سي. شكرا على كل هذه المعلومات. نشكركم، واحب اضيف ان احنا الامارات ايضا بنستضيف بعد اسبوعين ان شاء الله المؤتمر العالمي للسكري لثاني مره، اول مره كان 2011 في دبي، وهالسنه بعد اسبوعين حيكون في ابو ظبي ان شاء الله. ان شاء الله قلبا وقالبا معكم ان شاء الله يا دكتور. شكرا لكم وشكرا لجميع مشاهدي ام بي سي. شكرا يعطيك العافيه. الدكتور عم بيحكي وانا تذكرت ابوي الله يرحمه، كان دائما ياخذ ابر الانسولين، يعني فغم على قلبي شوي صراحه، وقررت اروح افحص السكري بعد الحلقه ونخفف. ما حسيت حالي عطشانه، حسيت كل الاعراض عندي هيك فجاه. تعرف ما بيحكي الدكتور. يعني ان شاء الله يا ربي الله يسلمنا جميعا، وديروا بالكم على حالكم وعلى صحتكم. كل يوم تحديات الحياه كثير كبيره، اللايف ستايل تبعنا كلياتنا يعني. صح، لكن وهذا هو المشكله علا. هذا اللي قبل ما نبدا نقاشنا على القضيه قلت لك عليه، احنا مشكلتنا الان في الفتره الاخيره غالبيه انماطنا الغذائيه الاجتماعيه كانت في الاول كماليات، الان اصبحت لدينا اساسيات، وهذا هو المشكله عندما ينقلب راس العرب. لا بس الرياضه، الاكل، يعني هاي الاشياء اليوم الحياه هيك سريعه كثير، واحد بطل كثير عم يدير باله على حاله، لكن ان شاء الله انه كلاتنا ايد واحدة ونقدر نحقق هذا الهدف ان شاء الله. خلونا ناخذ فاصل ونتابع من بعده.